اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا من الاستراحه. هنبدا مع بعض الشوط الثاني. هنعمل ايه؟ هنعمل عجه لطيفه جدا، هي مكوناتها فيها خضروات لكن هضيف فيها البطاطس. هنشوف اوريكم الكيش لو عايزين. اتفضلي يا فندم. اهو انا مشغله فرن ومروحه سايباه، لان انا حطيت العجينه مع الحشو، ما دخلتش العجينه لوحدها الاول تاخد ايه زي ما بيقولوا نص تسويه. نقدر نعمل كده. هنوريهم الجاهزه، الجاهزه موجوده اهي وري حضراتكم. مخرجنا هيستعرضها، احنا قطعنا منها جزء. بصوا بتبقى جميله ازاي، برده من الحاجات اللطيفه يعني ومغذيه وفيها كل الحاجات اللي ممكن نستفيد منها، يعني الاولاد كمان لو عملناها لهم في حاجات صغيره كده هيتبسطوا بيها جدا الحقيقه. طيب عجه البطاطس من الحاجات اللطيفه برده، في ناس كتير بتحب تعمل العجه دي على فكره. غير العجه المصريه البسيطه بتاعتنا، في ممكن نحط مكونات معينه تخليها غنيه وجميله جدا للناس اللي بتحب الاكل ده. عندي اربع بيضات، بطاطستين مبشورين، انا بشرت البطاطس، كوسه مبشوره، بقدونس وكزبره، بصل اخضر، طماطم متقطعه مكعبات صغيره، ثوم مفروم، ثلاث معالق كبار من الدقيق، جبنه بيضه، زيت مع زبده او زيت بس، طبعا هي لازم العجه يبقى فيها تطعيمه الزبده، ملح وفلفل. طيب اول حاجه هعملها، بسم الله، انا هاخد كده الزيت هحط هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه زيت. الحاجات دي تخش الفرن سريعة وجميلة وحلوة وأكلات خفيفة. وكده معلقة زبدة، وهاخد كده بقى أبدأ عشان أعصر البطاطس المبشورة دي من المية. أنا نقعها في مية وهعصرها لازم. معانا زينة، أهلا أهلا حبيبة قلبي، إزيك يا روح قلبي؟ وحشتيني جدا جدا جدا. حبيبتي انت كمان وحشتيني جدا 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 بجد. انا بحب حضرتك جدا، وانت احسنتي في الدنيا كلها. وايه الشياكه والحلاوه والاكل الجميل ده، على فكره بحب العجه جدا. يا نور عينيا، انت تاكليها بالصحه والهنا على قلبك يا روحي. يعني انت تتخيلي بجد، انا بحبك جدا جدا يا نور عيني. انت والله كلك ذوق والله، وشكرا لمامي القمر دي اللي علمتك الحاجات الحلوه دي قوي بجد. ربنا يبارك فيكي يا روح قلبي. مش عايزه تقولي حاجه؟ الصوت بعيد يا حبايبي. يا زينه حبيبتي، انا مبسوطه اني بسمع صوتك قوي، انا بتبسط لما بسمع صوتك. تسلمي لي يا روحي. هحط رشه ملح وفلفل. البطاطس طبعا خلوا بالكم الملح بتاعها مهم، لازم يتظبط في الاول. اللي هو طيب مدام فاتن، حضرتك طلبتي مننا الخرشوف. الخرشوف دي المقادير بتاعته. خرشوف انا حشيته بالخضار، حشيت كوسه مبشوره، جزر مبشور، فلفل الوان، وفص ثوم، وبصل اخضر، وطبعا نص كوبايه من الكريمه، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ملح وفلفل، وجبنه موتزاريلا دي حسب الرغبه. شوحت كل الخضروات مع بعض. وبعدين الخرشوف لو حضرتك عاملاه في الفريزر او هو فروزن، هطلب بس منك ان نغلي شويه ميه على النار، نعصر فيهم ليمونه، وننزل فيها الخرشوف الاول قبل ما نبدا نشتغل فيه، يطلع الماده اللي فيه والتلج اللي فيه ويبقى طري سنه علشان يدي لحضرتك طعم حلو. وبعد كده حضرتك احشيه بالطريقه اللي تريحك، عايزه تعملي له صوص بشاميل خفيف، عايزه تحطي له مثلا صوص احمر، براحتك اللي يريح حضرتك. تقدري تحشيه على الصاج فراخ، احنا حشيناه بالخضار الحقيقه كان حلو قوي، يعني الناس اجمالا اللي دقيته قالت ان هو يعني حلو مختلف عن ان هم متعودين عليه. فانا بحب اسمع دايما الاراء. يعني بصوا بقى، بشوح البطاطس. البطاطس دي لما بتاخد طعم الزبده بقى مع الزيت بتطعم، بتبقى طعمها حلو قوي. عارفين اي بطاطس بنعملها مهروسه او ماش بوتيتو او مثلا وصفه، نحب دايما نطعم بالزبد. فانا بس اديها تشويحه كده، يعني اخليها لونها ذهبي، ما تبقاش كده ايه بيضه كده. عايزين تطلعوا العجه في نفس الصينيه دي او في بايركس اللي يريح حضراتكم. عايزين تشوحوا الحاجه وبعدين تحطوها في بايركس شفاف برده اللي يريح حضراتكم. بصوا كده هشوحها شويه بس تعمل شكل كده. وبعدين هاخد هنا بقى بوله، بسم الله الرحمن الرحيم. البوله دي هجمع فيها كل المكونات اهي،
طبعا اطفالنا الصغيرين اللي خلصوا بيبقى افطار حلو قوي ليهم، عشاء حلو، ونعمل لهم جنبه شويه حاجات كده، جبنه بالطماطم بيحبوا، فيه ولاد بتحب الطعميه، بس انا افضل تعملوها في البيت، وان شاء الله نعملها مع بعض. احنا عملنا قبل كده طعميه الخلاط في رمضان، هنعمل مع بعض الطعميه السورية، هنعمل مع بعض الطعميه بشكل تاني، علشان انا اعرف ولاد كتير يحبوا مامواتهم تبقى يعني بتحتفظ بالطعميه دي في البيت في الفريزر، وانتوا اللي عاملينها بايديكم. حط كده رشه ملح عشان اظبط بقى الملح بتاع الخضروات اللي انا هضيفها دلوقتي على العج، رشه فلفل، ونقلب الاول كده بشوكه. ومعانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكي يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ عاملين عجه وشويه حاجات كده في الفرن. ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان حبيبتي. امين يا رب العالمين، تسلمي لي يا روح قلبي، وتسلم ايدك على الكيس الجميل ده، حلو قوي عظيم والله. هو عارفه بديل على السفره عن اللي احنا بنعمله من الجلاش والرقاق، يعني مختلف شويه. تغيير. رايك على راس ايدك يا حبيبتي على كل حاجه والله. تسلمي. ربنا يبارك لك. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي لي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي يا حبيبتي، وربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان يا قلبي. امين يا روح قلبي. مالكيش اي طلب بقى؟ هو احنا مع عزيمه محتاجين طلبات؟ يا رب يسعد قلبك يا روح قلبي، يا رب يسعد قلبك وتسلم ايديكي والله، يعني ربنا يخليكوا ليا بجد، شكرا. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا ولا من كلامكم الحلو والله بامانه. يعني بصوا بقى، البيض طبعا زي ما حضراتكم تحبوا، انا ممكن ازود كمان شويه بيض، هحط هنا رشه بسيطه من البيكنج باودر، نص معلقه، وهاخد معلقه واحده بس من الدقيق، مش عايزه اكتر من كده. هقلب مع الخليط كله. الدقيق بيمتص السوائل اللي موجوده في الايه، في العج، غنيه بالخضروات طبعا، ودي جميله على فكره، تقدروا تشوحوا الكوسه، عايزين تشوها البطاطس. انا بس عايزه ابص بصه كده، بقت خلاص ريحتها وطعمها اتشربت التشويحه الحلوه دي، وهي مهمه بقى. الكوسه بتستوي على طول طبعا، ما بتاخدش وقت، لكن هنصب بقى الخليط ده الاول كده، هنحط كمان، عايزين بقى اللي يحط اضافه مثلا بعض الجبنه البيضة، انا مش هحطهم جبنه بيضة، هخلطها، هسيبهم كده، يعني هسيبها كده تبقى ايه باينه في وسطيها شويه، خلاص كده مش كتير، زي ما تحبوا خلاص. وهنقلب تقليبه كده، وهاجي اضيف هنا الخليط ده بتاع العجة، وهدخلها الفرن تمسك نفسها شوية. بصوا جميلة ازاي، من الوجبات يعني الحقيقة انا بحبها برضو، وبحبها فيها البصل والخضار يكون كتير، ولو عايزين تحطوا فلفل الوان، عايزين تعملوها بتاعتنا بتاعت زمان اللي فيها الطماطم والخضره والبيض، براحتكم برضو اللي يريح حضراتكم. دي بس مغذيه شويه للولاد بشكل يعني احسن، انا دايما بحس ان هم بياكلوا حاجات كتير قوي بتبقى يعني من بره، فبنحاول نعوض باي حاجه تفيدهم. هوريكم بقى هنا، هنحط على الرف هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هخليها بقى تكمل التسويه في الفرن اهو، بسم الله. اللي عايز يضيف زعتر، رشة روزماري، مفيش مشكلة، هتدي طعم حلو برضو. معانا عمر، يا عمر. ألو، أيوة يا شيف عظيم. أهلا أهلا يا عمور، عامل إيه يا حبيبي؟ الحمد لله، إزاي حضرتك؟ أنا كويسة يا نور عيني، أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله، أنا بحب حضرتك قوي، ونفسي أتفرج اطلع مع حضرتك على الهوا نطبخ مع بعض. قوي يا نهار ابيض، ده انت تنورني يا عمر، اوعدك. سيب بس الرقم في كنترول، واحنا علينا الاتصال بيك فورا. اوكي ماشي. انا هعمل لك بكره المافن، انت طلبت مني المافن وانا هعمله لك بكره. اوكي ماشي.
ميرسي ليك يا عمر. عايز اي حاجه تانية اعملها لك غير المافن؟ حبيبي يا عمر ميرسي انك اتصلت يا حبيب قلبي. بكره ان شاء الله ان شاء الله هعمل لك المافن بالشوكولاته اللي انت طلبته. تسلم لي يا روح قلبي. يلا انا بقى دلوقتي سبت خلاص العجه في الفرن، هتبدا بقى ايه كده تاخد تسويتها على الهادي، وهستسمح حضراتكم هنطلع استراحه ونعلن عن انتهاء الشوط الثاني، وهنرجع للاكسترا تايم هنعمل وصفه من السميد بسيطه وجميله لكن ليها طعم حلو مختلفه شويه. هي ايه؟ خليها مفاجاه بعد الاستراحه ان شاء الله. في انتظار حضراتكم.